المبرم مع الحكومة الاتحادية لبناء 1000 مدرسة في العراق، شهدت محافظة البصرة حفل وضع الحجر الأساس لبناء 86 مدرسة تمثل حصة المحافظة، منها المساهمة في تقليل الفجوة بين الحاجة إلى المدارس وبين عدد البنايات المتوفرة حاليا، ما ينعكس إيجابا على التقليل من الدوام الثلاثي والرباعي في البناية المدرسية الواحدة، وذلك للوصول إلى جودة التعليم في المحافظة. اليوم كان عندنا احتفالية وضع الحجر الأساس لبناء 86 مدرسة ضمن العقد الصيني مع الحكومة العراقية لبناء 1000 مدرسة في عموم العراق. كانت حصة البصرة من هذه 1000 مدرسة 86 مدرسة. طبعا هذا العقد هو ضمن الاتفاقية الإطارية بين العراق والصين. نأمل إن شاء الله من هذا العقد أنه يساهم في تقليل الفجوة بين الحاجة إلى المدارس وبين عدد البنايات المدرسية المتوفرة حاليا. من المؤمل ان شاء الله انه هاي 86 مدرسه راح تكون هي طبعا موزعه على كافه الاقضيه والنواحي. هذا المشروع راح يدعم جهود الحكومه المحليه في بناء المدارس ايضا. الحكومه المحليه الان عندها اكثر من 160 مدرسه قيد الانشاء، هاي 83 مدرسه بالتاكيد راح تكون اضافه نوعيه لقطاع التربيه في محافظه البصره، وهذا المشروع احنا نعتبره مشروع مهم جدا باعتبار انه المخرجات الماديه راح تساهم في بناء الانسان العراقي والتلميذ العراقي، مو فقط هو مشروع عمراني وانما هو مشروع يستهدف تطوير القابليات لتلامذتنا الاعزاء. طبعا هاي المدارس تصاميم خاصه من تصاميم وزاره الاسكان، الشركه المنفذه شركه باور تشاينا الصينيه، مده المشروع سنه كامله، وان شاء الله سوف يتم المشروع على اتم المواصفات الجيده. مساحه المدرسه هي تقريبا دونم 50 في 50 وتشمل عدد الصفوف 24 صف وكذلك عدد 12 صف و 18 صف، وتكون هذه المدارس ذات مواصفات جيدة ومخططات أعدت من قبل وزارة الإسكان والإعمار، مواصفات حديثة جدا تختلف عن المواصفات القديمة. تم وضع الحجر الأساس لإنشاء عدد من المدارس على القرض الصيني. اليوم هذا الموقع في منطقة الأكوات، عندنا سلمنا أكثر من 10 مواقع كبلدية شط العرب. إن شاء الله هاي مرحلة أولى، المرحلة الثانية راح نسلم المواقع المتبقية اللي هي بحدود من 10 إلى 14 مدرسة. طبعا لها أهمية كبيرة، راح تساعد على بالنهوض بالواقع التربوي في قضاء شط العرب، والمشروع هو بشكل عام للنهوض بالواقع التعليمي في العراق. وإن شاء الله سيكون له انعكاس كبير على تقليل الدوام الرباعي والثلاثي، ونصل إلى تحقيق جودة التعليم وتحقيق الصف الدراسي النموذجي، حيث سيتمكن المعلم والمدرس من إعطاء المادة العلمية بسهولة ويحقق نسب النجاح العالية. ونأمل من الحكومة المركزية والحكومة المحلية دعم قطاع التربية بزيادة التخصيصات المالية لبناء المدارس، وكذلك تخصيص قطع الأراضي وخصوصا في مركز المحافظة الذي لا توجد فيه أراضي كافية، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله.